J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de les localisateurs pour situer dans l'espace. Bon, l'objectif de cette leçon, situer un élément dans l'espace à l'aide de localisateurs. L'objectif de cette leçon, c'est de marquer عنصر في شي وجهة بأننا نستخدمه. كيفاش نعرفو شي موقع؟ باستخدام محددات المواقع. بون لو سوبور تاعنا هي هذه كيف ما كتشوفو. بون غادي ندوزو لجوبسيرف اي جو كومبرون. البروميير اكزارسيس قال لك جوبسيرف اتونتيفمون لو بلان سي دوسو هذا اي جو دي سي سي فراز سون فري V ou fausse F. F. La quand vrai radi dit la V, la quand fausse radi dit la F. Bon, kalek la poste est en face du marché. Kalek kalek wesh l'qa'ad yel l'maktab l'barid wesh amam l'souq. Vrai ou la faux? Maktab l'barid kif ma radi nchoufou la poste. Fini la poste wesh amam le marché ou amam souk. Bon, c'est vrai, amam souk hawa le marché hawa le poste. Bon, c'est vrai, radin ktbou radin dirou V. Bon, عندنا l'hôtel est sur la place de l'église. قال لك الفندق كي في زعما كاين او لا يقع الفندق في الساحه ديال الكنيسه. Bon, غادي نشوفو. L'hôtel est sur la place de l'église. Oui, c'est vrai. Bon, غادي نديرو vrai. قالك le théâtre est à côté de la poste. قالك واش المسرح بجانب مكتب البريد. المسرح le théâtre مكتب البريد لا بوست. نو سي فو. غادي نديرو فوس. بون غادي ندوزو لهنايا. قالك لا ميري اي دون لا ري دو لا فرانس. قالك القاعة ديال المدينة كتواجد في شارع فرنسا. غادي نشوفو هنايا القاعه ديال المدينه لا ميري. وي سي فري. هانتوما كيف ما كتشوفوا هي القاعه ديال ميري قاعه المدينه كتواجد في شارع فرنسا. سي فري. بون غادي ندوزو دابا لو سينما اي اونتر لو مارشي اي لا بانك. لو سينما هي لو سينما اي اونتر لو مارشي اي لا بانك. وي سي فري. قالك ليكول اي كوان دو لا رو دو بارك. كيف ما كتشوفو هنايا وستخوف ليكول. ليكول بون سي سا. ليكول اي او كوان المدرسة في الزاوية ديال شارع المنتزه. وي سي فغي. بون قالك لا دوزيام اكزارسيس ا كوا سيرف لي زيكسبريسيون سوليني. قالك شنو كتبين لنا التعابير اللي تحتها خط. شنو كتبين ولا شنو كتبغي توضح لينا؟ بون لا دوزيام اكزارسيس لي زيكسبريسيون سوليني سيرف ا لي لوكاليزاتور. التعابير اللي تحتها خط كتبين لينا الوجهه او الموقع المحدد المواقع المحدده. بون غادي ندوزو للجغرافيان. قال لك لي لوكاليزاتور سون تري امبورطون لورسكون رابورت ان في ايل بيرميت او جورناليست دو سيتوي لي زيفينمون دون لاسباس. قال لك كتعبر لينا المحدده ديال المواقع. قال لك المحدده ديال المواقع مهمه جدا. مثلا لا بغينا نبلغوا على شي حقيقه فهي كتسمح للصحافي انه يحدد الموقع ديال الاحداث في الوجهه.
قالك pour situer un objet, un lieu, un personnage dans un lieu précis, on utilise des moyens comme devant, derrière, dans, en dessous, au-dessus, de, au-dessus, de, sur, à côté, de, près de, loin de, en face de, au coin de, au bout de, à gauche, à droite, entre, contre, le long de. قالك باش نحدو موقع ديال شي شيء او مكان او شخصيه في شي مكان محدد, كنستخدموا الوسائل بحال امام, خلف, في, من, اسفل, فوق, على, بجانب, قريب, بعيد, عن, امام, في زاويه, في نهايه, الى اليسار, الى اليمين, بين, في, مقابل, على طول. بون هادو كاملين تعابير نقدروا نستعملوهم باش نحدو شي موقع معين. بون غادي ندوزو دابا لوتر باج, لا باج 36. بون جو مونترين اتدرب البروميير اكزرسيس. جو كومبليت لا فراز بار لو لوكاليزاتور كي كونفيان لو ميو, او سومي دو, او دوسو دو, او ان فاس دو, سور دون. La phrase A, les affiches sont placardées sur le mur. Le ملصقات ملصقة على الجدران, ماشي فوق الجدران ولا على الجدران. بون غادي نكتبو sur les murs. كيف ما كتشوفو sur les murs. La phrase B, قالك le professeur est du tableau. Bon, le professeur est en face de. Le professeur est en face du tableau. Bon, on la phrase C, les élèves et le professeur sont dans la classe. Talamid ou l'oustad fil qasm. Dans la classe. Bon, غادي ندوز دابا la phrase D. قالك après un long effort, les alpinistes arrivent au sommet de la montagne. قالك بعد جهد طويل وصل المتسلقون وصلوا المتسلقين الى قمة الجبل. Au sommet de la montagne. Bon, غادي نكتبو au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Bon, la phrase E, des papillons voltigent au-dessus des fleurs. قالك كترفرف الفراشات من فوق الزهور. Bon, غادي نكتبوها au-dessus Bon, غادي ندوز دابا لا دوزيام اكزارسيس. قالك j'observe attentivement le plan et j'indique où se trouvent les endroits demandés. قالك غادي تحاول انك تراقب الخريطة, هي هادي, وغادي تشير الاماكن اللي طلبوها منك. مثلا هنايا عندنا لا غار. شنو هي لا غار؟ لا غار هي هادي. لا غار كتعني المحطة. بون المحطة فين كتواجد. بون حنايا خصنا نلقاولها فين كتواجد. بون المحطة كتواجد او كوان, في الزاوية دو لا ري لاك لو بلان. كتواجد في الزاوية ديال هاد الشارع. بون غادي ولا غادي نديرو لا نو نو سي فو au coin de la rue Saxe. Bon, غادي نكتبوها. Bon, هنايا كيف ما كتشوفوا كتبتهم لكم كاملين. La gare est au coin de la rue Saxe. La piscine est entre. ها هو كيف ما كتشوفوا غادي نشوفوا فين هو لا بيسين. ها هو la piscine est entre l'impasse de la piscine. Le pétale
Excuse-moi, le pétale, hawa, le pétale dans la rue Léon. La poste est dans l'avenue, la poste. La poste est dans l'avenue et dans l'avenue de Paris. Bon, Radindou, d'abord, j'aurais investi, Kalek, je rédige pour notre journal de classe un article court dans lequel je situe mon collège, ma vie, mon village en utilisant des localisateurs. قالك غادي نكتب واحد المجلة واحد باردون واحد الجريدة القسم ديالنا مقالة صغيرة قصيرة على الإعدادية ديالي على الإعدادية ديالي أو على المدينة ديالي أو على القرية ديالي وغادي نستعمل محددات المواقع. بون هاد التمرين غادي ديروه نتوما واللي بغاني يصحح ليه يكتبوا لي في الكومنتير في الكومنتير. بون جو ميفالي. قالك à l'issue de cette activité suis-je capable de قالك في نهاية ديال هاد النشاط انا قادر لا comprendre le sens des localisateurs les plus courants. قالك انا قادر على فهم معنى محددات المواقع الاكثر انتشارا او الاكثر شيوعا. وي انا قادر. قالك واش انا قادر على انني لوكاليزي كوريكتومون دون ليسباس اون شوز ان اتر. واش انني قادر على انني نحدد مكان في شي وجهه بشكل صحيح مثلا شيء او كائن. بون انا قادر حيت قرينا هادشي في الدرس وفهمنا مزيان الدرس. بون سي لا فان دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. Allez, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.